قرية أخرى في إدارة سوران المستقلة اسمها غاروان انضمت إلى قائمة القرى الأخرى التي أبدت وتبدي عن علاقة كردستان وتاريخها القديم يوما بعد آخر. ففي الأيام الأخيرة تم العثور على موقع أثري وسط هذه الديار، وأبلغت مديرية آثار سوران بوجوده من قبل أهالي القرية. بعد أن بدأت الجهات المعنية بحفر هذا المكان لبناء مستوصف في قريتنا، تم العثور على قطع أثرية، وفور العثور عليها توقف العمل هنا، وتم إبلاغ مديرية آثار سوران بالأمر. فرق مديرية آثار سوران عثرت على جرة أثرية دفنت فيها جثة رجل، ولم تصل هذه الفرق إلى النتائج النهائية حول المكان ولا إلى الأسباب التي دفعت الإنسان القديم اختيار العيش في هذا الموقع. لم تبدأ التنقيبات في هذا الموقع بشكل كثيف حتى الآن، ولكن من خلال القطع الأثرية التي عثرنا عليها في المكان توصلنا إلى نتائج أولية تقول لنا بأن تاريخ هذا المكان يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، أي 3000 عام قبل الآن. في هذا الموقع تم العثور على جرة أثرية مصنوعة على شكل رحم الأم، دفن فيها هيكل عظمي بشري لرجل يتراوح عمره حسب أسنانه وجبهته بين 30 و35 عاما، ووضعت جرة صغيرة خاصة باحتفاظ الأكل في مكان دفنه لكي يستفيد منه في العالم الآخر، وذلك يعود إلى إيمان الإنسان القديم بعودة الميت إلى الحياة مرة أخرى. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مواقع أثرية في قريتنا، بل أصبح هذا الأمر يتكرر باستمرار طيلة السنوات الماضية. كل بقعة من هذه الأرض الجميلة التي اسمها كردستان خبأت في جوفها أسرارا كبيرة تبوح بعظمة وحضارة أرض الجمال والتعايش والطبيعة الخلابة. ريبر عبد الغفار، زاغروس تي في، رواندس.